نذكر اللي صدر حكم غيابي ضد علاء الدين يعقوبي المعروف باسمه الكانز بتاريخ 21 مارس من أجل جملة من التهم مش لازم نرجع لهم. بعد ما لقيته امبارح قرر ورغم التهديدات اللي صارت له واللي مازالت متواصلة إلى هذا اليوم من بعض المواقع الإلكترونية قرر باش يتحمل مسؤوليته ويجابه المصير نتاعو وسيمثل امام القضاء وعينت له جلسه بعد الاعتراض صباح هذا اليوم لتاريخ 13 جوان 2013. كما كنا تعاهدنا باحضار المتهمين الاربعه سبويلد بوي وليلكا ومدو ام سي وامينو باش يحضر ولد الكانز الجلسه نتاعو. ثقته كبيره في القضاء التونسي وباش يجابه المصير نتاعو كما قلت لك وبقدره ربي توس باس بيان. شنو انتظاراتكم اليوم كدفاع؟ احنا باش نطلبوا القضاء بعدم سماع الدعوه، ما نعاودوا باش نفكروا المحكمه بكل ملف القضيه، مانيش باش نرجع للتفاصيل. القضيه منشوره امام القضاء اليوم، نحترموا المحكمه والمتهم بالضبط. استاذ غازي مرابط، هذا جديد فيما يتعلق بولد الكانز، بالنسبه للاولاد اللي كانت حكمت المحكمه بعدم سماع الدعوه شنو جديد؟ كنا اعتبرنا الحكم هذا ساعة تاريخي، اول حكم بعدم سماع الدعوه في قضيه راي عام بعد الثوره. بلغنا للنيابه العموميه استنفت هذا الحكم، هذا من حقها، ولهذا السبب سيمثل مره اخرى الاولاد الاربعه امام محكمه الاستئناف بتونس، وان برانسيب تتعين لهم فرد جلسه مع صابرين ومحمد هادي اللي كنت انا استنفت لهم، وزاد النيابه العموميه كانت استنفت. فمننتظروا اللي باش تتعين في موفى جوان ولا حتى بعد العطله القضائيه يعني في سبتمبر.